رحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ لولوت كويز لولوت. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ويعجبكم الوصفات اللي تنزلوا تجربوها. اللي مازال ما اللي دخل وما كاين ماشي ابوني يدعمني ويدير ابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، ودعموني بجام وتنساوش التعاليق لان تعاليقكم تهموني بزاف، وشكرا. اليوم غادي ندير واحد التحليه زوينه ورائعه، هي موجوده في لي ريزو سوسيو، مي انا عندي راه بطريقه مختلفه 100% بمكونات مختلفه 100%، وكتجي لذيذه وزوينه. ونبداو على بركه الله، نبداو بالمكونات اللي عندنا. عندنا المكون الاساسي اللي هو الشعرية الباكستانية، موجودة في جميع المحلات اللي كيبيعوا الحوايج ديال لاباتيسري، المواد ديال لاباتيسري وداكشي. عندنا 250 مليلتر ديال الحليب، طريف الزبدة، جوج ديال الفلونط الكراميل اللي ما فيهمش سنيدة، انا خليت لكم لومبالاج باش تعرفوا علاش كنهضر، هادو ديال 5 غرام. غرضنا باش يعطيو يزيدو يفرونفورسيو النسمة ديال الكراميل. 5 ديال الفرماج مربع، نص علبة ديال الحليب المركز المحلى كراميليزي، خنشة ديال بودر شانتي، وبيسكوي مالح، اي نوع ديال البيسكوي مالح ما كاين حتى مشكل، وشوية ديال الحليب اللي غنفزقوه فيه. انا هنايا فرتت الشعريه الباكستانيه، هي اصلا تتكون اللون ديالها هو هذا، وكتجي محمره ناضيه غي، وكنفرتوها بهذه الطريقه، هذه طريقه سهله باش كنفرتوها وتنحطوها. هي كتباع في كما قلت لكم في المحلات اللي كيبيعوا داكشي المواد ديال لاباتيسري والحلوى. الباكيه كتكون فيها 200 غرام، كتدير لكم جوج مرات هاد الوصفه هادي. انا فايته شريتها خدمت بها اول مره، وهذه ثاني مره كنخدم بها. هلا كنزيدو نركو باش الا بقات شي وحده طويله ولا شي حاجه باش يكون كلشي متساوي. غنحمروها شويه في المقله مع شويه الزبده، هي اصلا محمره غير باش تاخذ داك لوغو ديال الزبده وتبنان وتجي بنينه. بالنسبه للناس اللي ما يبغيوش الدهون ولا ما يبغيوش الزبده بلاش، هكذا راه قضيه الغرض لانها اصلا محمره. كنديروا الزبده ديالنا في المقله وكنشعلوا عليها عافيه، من بعد ما تذوب كنديروا فيها داك الخشخش وكنبقاو نحركوا دو طون زاوت حتى تدفى ندخل في هذيك الزبده. نطلعوا الشونتيي ديالنا، عندنا 4 لتر الحليب، خصو يكون بارد ضروري، الحليب يكون بارد سينو ما غتصدقش لنا الشونتيي مع ديك الخنشه ديال البودره الشونتيي. فوالا، هانتوما ها النتيجة ديال الخشخش، شتي غير تدخل ليه ديك الزبيدة صافي وتنطفيو عليه، تيبقى في لونو ما كيزيد لا يتحمر ما والو، غير تيشرب لينا ديك الزبيدة. كنضيفو 5 ديال الفرماج مربع، الكراميل، وكنزيدو البودر ديال الفلون اللي عندنا. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش ما يبغوش يديروا الفلون اولا ما يتوفرش عندهم، يديروا بعوض ديالو البودر ديال لا كريم باتيسيير او النشا،
قاعدين تاهما يقضيو الغرض. كنخدموهم نطربوهم مزيان حتى هذا كيتجانس لينا الفرماج والكراميل مع الشونتي. ولا هي بجدات ناخدو سباتول ونقلبوها مزيان باش نشوفو واش داك الفرماج جانس لينا ولا لا. هنا بانوا لي باقي عندي حبيبات ديال الفرماج ما تجانسش 100%، غنرجع نضربها بالباتور شويش. هاي من بعد ما وجدت صافي جانسنا 100% العناصر جانسو، كنبداو نديروهم في لي مول دو دو بريزونطاسيون دي كوب. عندنا دي فيرين، الا بغيتو ديرهم دي فيرين تتخرج كميه كبيره. هاد الكميه ديال لي فيرين صغار، الا كان عندكم شي مناسبه ولا شي احتفال ما فيها باس ديروها، راه تجي رائعه وزوينه. دي فيرين كنبداو هنا، اسفه لان زعما فريمون جو سوي ديزولي حيتاش ما رديتش البال الكاميرا تحولت لي، مي الثاني غادي يكون ان شاء الله. كنديروا شويه لاكريم في القاع ديال في لو فون ديال هذاك ديال البريزونطاسيون. كنديروا البسكوي غير كندخلوه ونخرجوه، ما تخليوش يشرب لينا الحليب بزاف. غرضنا عندنا الغرض انه يبقى داك القرمشه ديال البسكوي. هنا كنديروا فوق منها الخشخش، شويه الخشخش فريمون غير باش يبقى داك الكروسيون داخل. كنزيدوا فوق منها لا كريم، فريمون تيقوا بيا هاد لا كريم راه لذيذه 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 لواحد الدرجه اللي نتمنى تجربوها وتردوا عليا اخبار. كنديرو كوش اخرى ديال البسكوي من بعد ما كنغمسوه في الحليب، حليب بارد بيان سور. كنزيدو واحد شويه ديال الخشخش، الشعريه الباكستانيه هما تيقولو لها خشخش. عاوتاني كنديرو الكريم، كنكوش اخرى ديال الكريم. نضيفو كذلك الخشخش. هاد المرة في الوجه كنديرو كمية كبيرة باش كنتقادو تزين.
هاد الكمية هادي راه تتخرج تبارك الله كمية كبيرة ديال لي غامكان وديال لي فيغين. خلاص لي فيغين كتعطي فيهم بزاف كاع. سمحوا لي هنا والله ما ردتش البال. هي دابا هنا غادي يكون افضل بيان بريزونتي ان شاء الله. فوالا كنحطوا واحد الكميه ديال لاكريم قليله جدا في لو فون ديال الفيغ ديال كاس التقديم ولا تندير البسكوي في الحليب تنغمسوه تنهزوه. بسكوي مالح هو ضروري خصو يكون بسكوي مالح. واي نوع البسكوي مالح عندكم فغا لافير اي نوع ضروري يكون مالح حيت هذاك الكومبينيزون ما بين البسكوي مالح وهذا كريم بالكراميل وهذا الخشخ هذه الشعريه الباكستانيه هي اللي كتعطي هذه التحليه هذه. درنا شويه ديال الشعريه الباكستانيه نزيدو لا كريم كثرت هنايا نقص هلا. وبالنسبة للبريزونطاسيون ولا التقديم النهائي كل واحد يدير اللي بغى غير يحترم المبدأ ديال الوصفة وديال هذا ويزوقها كيف ما بغى بالطريقة اللي بغى. يقدر يزيد فوق منها خطيطات ديال الكراميل خطيطات الشوكولات بالنسبة للوليدات اللي كيبغيو الشوكولات ندخلو فيها شوية الشوكولات تزيدوا اللي بغيتو كاين حتى مشكل. المهم غير الواحد يحترم الوصفه باش تجي ناجحه ان شاء الله. فوالا نزيدو كوش اخرى هادي غادي نقدمها اوترومون غادي نعمرها حتى لا بوردور وغانليسيها ب ان تروك سباتول ولا اللي كان فوالا. ثقوا بيا البنات راه كتجي رائعه غير جربوها ما غاديش تندموا كتجي لذيذه فوق ما تصوروا. هذه الطريقه 100% ديالتي ونتمنى تعجبكم. Voilà.
وبالصحة والراحة، نقدو لك الكؤوس التقديم، ونتمنى تنال الاستحسان ديالكم وتعجبكم وتجربوها وردوا عليا. شكرا جزيلا. نكملوا الكمية الأخرى وندوزوا للتقديم النهائي.